كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله عثمان رئيس الجمعية. دابا اليوم عندنا واحد العصر رياضي فايتنا ثلاثة، الحمد لله نجحت، كان الإقبال موجود والجمهور موجود، يعني كاين الناس جبناهم من إسبانيا والناس جبناهم من هولندا، كاين كازا ووجدة والناظور، الحمد لله. راه تشوفوا الماتشات اللي دازوا كاملين واعرين. بسم الله الرحمن الرحيم. كيوم كوثر بعرب نهار فاحخ يرخيش البارتي دا ذي المستوى اكيش نتلعب تام قران اسبانيا ورانت تغال خاص منو جاد وحمد لله تفوق خاص وتقام بفضل المدربين وأسد كالم جداود الجمهورين ودعوة الوالدين وشكرا.